حسن احمد محمد عمر البلبيسي، شهرتي حسن البلبيسي يعني. وهنا بقالي يعني حوالي 33 سنه في العريش هنا ان شاء الله. طبيعه احنا بنشتغل هنا شماس وخيام و... ولو في ما يمنعش يعني عادات عربي العجل بتاع الاطفال. لا انا قعدت في محلات كتيره واخد بالك، بس ايه يعني كل محل كنت بقعد لي 5-6 سنين فيه، ولما بيجي يعني صاحب الملك بيزود الايجار بنضطر نسيبه وناخد حاجه ارخص. المكنه دي اهم حاجه يعني في الشغل. بعد كده المقص برضو والمزوره والمتر واخد بال سيادتك، و اللهم صل على النبي. لو في ما يعني شغل بيحتاج مسامير نجاره حاجه برضو، من ايه لان في برضه الشاكوش والجراديه و... لا احنا واخدها ورثه من ابا عن جد. لا لا موروثه يعني ان شاء الله. انا حتى لما بنزل يعني البلد عندنا بيقول لي حسن العرايش اهو الملك. ما فيش حاجه، هو نفسهم وهي نفس، ما فيش تغير، هو بس في اشكال بس. مقاسات، مقاسات دي معروفه يعني كله. يعني لو واحد طلب مني شمسيه من والى بعملها له يعني خرزانه على قماش على كله. في واحد بيجيب لي شمسيه مكسور فيها خرزانه بعملها له، ناقصه سيخ ناقصه اكره بعملها له. في واحد تاني بيجي يقول لي لا ارمي القماش القديم ده واعمل له قماش جديد بعمله له. يعني ما بسيبش حاجه في الشمسيه. يعني لو سيادتك طلبت مني مثلا شمسيه من ابوها، يعني في ناس بتيجي تقول لا مش عايزه من الجاهز، يعني في جاهز، في ناس بتبيع تجار هنا شماسي جاهز، بيقول لا عشان تعبان احنا عايزين حاجه عموما يعني خشبها امتن شويه من الجاهز. والخرزان بتاعها بيبقى محمل عنه، والقماشه نفسيها لان دي قماشه على بلوستر دي بتبقى قماشه على قطن واخد بال سيادتك، بتبقى اقوى وانضف وليها عمر اطول. نجيبها من الازهر ومن رمسيس ومن باب الخل في مصر ان شاء الله. ننزل مخصوص لا على طول، لو اتفقت معايا الصبح مثلا بتاخدها اخر النهار. هو ما كانش فيه اقبال عشان موضوع الكورونا على البحر كان مقفول، اما دلوقتي يعني ها ابتدت العمليه يعني ايه تشم نفسها. والله هم الجماعه اللي كانوا على البحر، اما لما العمليه نامت اللي على البحر دلوقتي اصبح البياعيه اللي هم بتوع الطماطم والخضار والبطيخ والجماعه دول الفواكه، لان لازم الشمسيه عمود العربيه الكهرباء واخد بالك. لا والخضار اصله بيطلع من المزرعه من الصباط لو شم الشمس باظ. والله بيني وبينك ولادي كرهوها عشان الاجره بتاعتها، بس يعني هم مش كارهينها، هم بيعرفوا يعملوها بس كرهوها عشان ايه؟ 20 جنيه 10 جنيه 5 جنيه كلها كلام. في الياحه هكلفك حوالي 500 جنيه وبعدين على حسب مقاسها، لان في شمسيه صغيره ممكن 300 جنيه الوسط 500 الاكبر اللي هي اكبر حاجه متر ونص دي بيكلفك 700 جنيه. وبعد كده في شماسه ثانيه اللي هي الخشب اللي زي دي بتخش لها في 1200 جنيه. ليه؟ بتعمل لها قماش ما شاء الله من الابيض دوت الغالي واخد بالك، وخشب وتخش لها في 1200. لا لا الناس مبسوطه جدا. لا 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 انا فرحتي لما الزبون بياخد الحاجه وهو مبسوط. ليه بقى؟ لان لو لف العريش كلها ما بيليش حد يعمل له خيمه، فبيجيني كله بيقول له روح لحسن البلبيسي، فبيجي بعمل له الخيمه من دي بياخدها وهو مغمض بيبقى مبسوط جدا. خيمه هرميه زي بتاعت المعسكرات، وفي خيمه مربعه زي الدكان كده بتبقى نازله ب 700 اللي هي 3 في 3 واخد بال سيادتك، وفي شمسيه عاملها الواحد ب 1200 جنيه اللي هي بتبقى 4 في 3 لان بتاخد قماش اكتر، والمربعه دي بتاخد قماش اكتر من الهرميه. تمام. لان بتاخد قماش من بتتقفل كلها. تالي على طول الشمسيه اللي عندك متكسره حاجه بيقول لي عندك قطع غيار، اقول له عندي قطع غيار مالكش دعوه تاني. اما القماش المتقطع ده زي دي كده ده كله بتعمل له قماش جديد، يعني عندك ده كله عادي قماش جديد بنعمل له قماش لاي حد. لا يعني الحمد لله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ان لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، فبضطر اعمل له ما برضاش اقول لحد. ده نوع قماش وده لون تاني وفي حاجه ابيض زي كده ربنا. ده اغلى انواع القماش اللي هو الابيض. ربنا ليه؟ لانه قوي ومتين وحاجه كويسه. هي دي اللي بتعوز الايه؟ بتعوز قماش جديد اهو تقطعها هي بتعوز لها قماش جديد. ده كله بيترمي وبنعمل لها قماش جديد ان شاء الله. والخرزان اللي هو الخرزان اللي زي ده الخرزان.